تنشر وعي لكل الناس عن العنف اللي بيصير ضد النساء، والعنف هذا مش مقبول لأنه كل النساء عم بتموت بدم بارد، وما حدا عم بهتم لهي الشغلة غير النساء اللي حاسين بهذا الوجع تاع النساء التانيات. طبعا بحس بفخر بأنه صار في هاي التوعية، وصلت التوعية لبعض الأشخاص، على أمل أنه توصل لكل الأشخاص بباقي البيوت بباقي العائلات، لأنه لازم توصل لكل الناس. انت شو رايك، شو شعورك الخاص ب لما بتسمع عن عن العنف جرى ببيت مع ناس، مع صبايا نساء؟ بشعر بغضب كتير كبير، انه هذا اسمه انه مش 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 عدل. مش بتحسي عدم الامان طبعاً بعصرنا؟ طبعا بحس عدم الامان، لانه ان كان توجه للشرطه وان كان توجه للعيله بيكون الاشي برضو سلطة ذكورية، فإحنا ضد هاي شغلة. رسالتي إنه عن جد يصير في عدل بين الرجال والنساء، ويصير في عن جد سلام ببيوت العائلات، وعن جد تقدر النسوية توصل صوتها لمحلات كثير كبيرة وننجح.